يعني حاجات مختلفة من نماذج مختلفة. احنا اتلغلنا، وده اللي كنت بتكلم فيه في المقدمة، اتلغلنا بطولتين قبل كده في 2011 و2012 و2012 بطولتين. كان الحرس هو أول الدوري، بطولتين، بطولة كان فيها الدورة المجمعة، حرس الحدود كان أول الدوري. أنا اللي فاكره إن 2012. كان في واحدة فيها كان الدورة المجمعة الرباعي، والبطولة اللي قبلها أعتقد هي دي اللي 2011 حاجة بتتكلم عليها، صح كده؟ المهم انه رغم ان البطولتين دول اتلغوا يا كابتن اسماعيل، الا انه ما فيش حد في اتحاد الكوره كلف خاطره يعمل لائحه بيقول انه لما يا جماعه يبقى القرار ايه الدوري، يبقى القرار ايه. ما هو القرار لو حصل 2011 2012 ايه اللي حصل؟ الغيت البطوله، الغيت البطوله من غير بطل، من غير بطل، ومن غير صعود ومن غير هبوط. نفس القصه هتتكرر السنه دي. اعتقد تم تصعيد فيها عشان البطوله زادت. زادت زادت عددها، لانه كانت البطوله تحت كانت خلصانه. وده ممكن يحصل يا هيما لو انا ده اللي انا كنت بتكلمه علشان اوصل لجزئيه كانت بسيطه، بس الجزئيه اللي انا كنت عايز اوصل لها انه كان من المفترض، ومسؤوليه هذه المسؤوليه ملقاه على اعضاء مجلس فيما يتعلق بجزئيه انه يبقى في لائحه. فخلاص انا انتهيت من الجزئيه دي. بقى انا اسال حضرتك راي نادي الزمالك ايه، انتوا شايفين ايه من وجهه نظركم اذا الغيت بطوله الدوري كما حصل الفتره اللي فاتت؟ يعني هتلغي الدوري بدون بطل، ده شيء طبيعي لان عدد المباريات المتبقي للتاني وللتالت ممكن يفوز بالدوري. ماشي، يعني ما تقدرش انت تحسمها. ماشي، فهتتلغي بالنتائج وممكن تصعد الناس اللي تحت. ما هو تحت برضه لسه ما خلصش. ما هو لسه ما خلصش برضه. لسه تحت ما خلصش. دي مشكلة كبيرة. يعني لازم يبقى في نقطة التقاء هنا بين اللجنة المؤقتة اللي موجودة، إن هي وهي بتعمل اللائحة بتاعة الانتخابات، إن هي برضه خد بالك هو عنده حاجات كتير، يعني عنده إما يلغي البطولة دي كلها ويلغي كل نتائجها وتحت وفوق، ويلعب السنة الجاية من أول وجديد. من أول وجديد، وحتى كمان اللي هيوديهم أفريقيا يوديهم بناء على السنة اللي فاتت. بالزبط. أو إنه يعلن بطل ويهبط ويصعد. هيبقى صعب. صعب صعد مين وهتهبط مين؟ ما هي دي المشكله. اقرب الحلول اللي انت قلته ان هتلغي النتائج كلها كامله فوق وتحت وتبتدي من موسم جديد. هو ده، هي دي المدرسه اللي ممكن يتجهوا لها. ممكن. طيب هل ده ممكن يعمل ازمه اذا ده حصل؟ الاهلي يعترض، او اذا حصل العكس الزمالك يعترض؟ ابراهيم لازم كلنا نتعاون مع الدوله. يعني لازم كلنا هنتعاون في الجزئيه دي، في اللي فوق وفي درجه تانية وممتاز به، لان ده موضوع طارئ خارج عن ارادتنا احنا. يعني اللي حصل بالنسبه للوباء عالمي ما تقدرش قرار الدوله فيه. قرار الدوله حضرتك وضحته، واعتقد ان ما حدش هيقدر يقول تلت الثلاثه كام طالما هو قرار متعلق اما بالاستئناف او بالالغاء. طبعا. لكن في قرار تاني جوه الالغاء ده خاص باتحاد الكوره، ده التعامل هيبقى عامل ازاي؟ الانديه لازم تتوافق مع بعضها، هتقعد مع بعضها، ولا هيبقى ايه المخرج؟ لازم ده راي الاغلبيه. رأي الأغلبية. وخلي بالك برضو إبراهيم إن برضو الجزء المادي صعب جدا بالنسبة للأندية كلها. صحيح. درجة أولى ودرجة تانية. يعني الأمور هتلاقي فيها صعوبة في الفترة اللي جاية.